السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا وأصدقائنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، وينصر إخواننا وأهلنا في لبنان. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. النهاردة تقريبا تاريخ 16 من شهر أكتوبر لسنة 2024، يعني نقدر نقول منتصف أكتوبر. عاوز أتكلم في موضوع ربما يهم بعض الأصدقاء، وهو النحال اللي بيتابعنا إزاي يعتني بالنحل أو كيفية الاعتناء بالنحل خلال فصل الخريف. تمام، إن شاء الله نتحدث في حدود 10 دقائق. نتمنى من الأصدقاء طبعا اللي بتتابع معانا يستمع للحديث، ولو في أي سؤال يتم طرحه. قبل بس ما أتكلم في الحديث، لفت انتباهي تعليق أحد الأصدقاء، علق على تعليق مشكور طبعا. مختصر التعليق، لأن التعليق كبير جدا، مختصر التعليق إن إحنا كنحالين في مصر في أمس الاحتياج للمعلومة، وبالتالي نركز على بعض المعلومات بالخصوص مع غلو التغذية أو السكر، ونقدر نقول مع غش العسل، كلام كتير هو تكلمه، وإن هو بيستمع لبعض المصطلحات ربما يكون ما عندوش علم بيها، زي مثلا بنية، زي ريش، اللي هي المصطلحات بتاع إخواننا في منطقة الخليج. طيب أخويا الكريم الله يبارك في عمرك، طبعا أنا بعتذر لأني اسمك مش واضح عندي. تمام، الأمر الآخر الله يبارك لك، انت طبعا بتقول ان ما شاء الله بلدان شمال افريقيا وبلدان الشام فيها نحالين كتير ذو خبرة، وربما يكون احنا عندنا بتقول في ناس عندها خبرة بس ما بتتكلمش. طيب الله يبارك في عمرك، طبعا التعليق كبير انا بحاول اختصره. الله يبارك فيك. اولا في واحد ممكن يكون بيستمع لينا من اي بلد عربية، تمام، ممكن يكون سبحان الله العظيم في احتياج للمعلومة دي. تمام، انا ممكن يكون بقول مصطلحات، يعني انا اسف ربما يكون انت ما بتفهمهاش، تمام، اللي هي خاصة بالاجباح البلدية، والاجباح البلدية مش موجودة عندنا في مصر. تمام، بس صدقني بيكون في واحد نحال مبتدئ في امس الاحتياج للمعلومة دي. بالمناسبة كل بلدان الدول العربية ما شاء الله تبارك الله فيها نحالين محترفين على اعلى درجة، تمام، ولكن فيها الصالح اللي هو نقدر نقول ما بتأخرش باي معلومة، وفيها للأسف الشديد اللي نقدر نقول عنده بخل في المعلومة، لو سألته يقول لك ما يعرفش، هو عارف. تمام، مش بلد معينة، في معظم البلدان العربية. تمام، وفي ناس صدقني بصدق بتتعب على ما بتوصل لمعلومة حتى لو معلومة بسيطة. تمام، لأن للأسف ممكن يكون مثلا بيسأل دكتور أو بيسأل أستاذ أو بيسأل حتى نحال محترف، تمام، وللأسف ما بيدروش المعلومة، ممكن يتوهوا ويدونه معلومات خطأ. تمام، دي جزئية. جزئية أخرى الله يبارك في عمرك، تمام، إحنا يكون موضوع الأجباح البلدية مش عندنا في مصر، دي رقم واحد. العاسلات أو لما نرفع عاسلات، تمام، مش منتشرة كذلك عندنا في مصر، قليل جدا اللي بيشتغل على المبدأ ده، بس بلدان أخرى عندها نقدر نقول قاعدة أساسية رفع دور تاني ودور تالت ودور رابع للعاسلات. تمام، اجباح في بعض البلدان نقدر نقول تربية النحل عندهم نقدر نقول في الاجباح البلدية او الخلايا اللي هي التقليدية، تمام، نقدر نقول واخدة مساحة كبيرة جدا، زي مثلا في اليمن ومعظم بلدان الخليج، وموجودة في شمال افريقيا بس ربما يكون النسبة قليلة شوي. تمام، وحتى كذلك موجودة في بلدان الشام، في سوريا وبعض البلدان. تمام، فالله يبارك في عمرك، حتة ان الواحد مثلا يخصص القناة او يخصص المعلومة ان المعلومة دي خاصة بجمهورية مصر العربية فقط، تمام، صدقني هنظلم واحد نحال ممكن يكون مبتدئ. انا بتكلم على المبتدئ، المحترف خلي بالك انا ما بيعنيش في شيء، انا اكلمك بصدق، المحترف استمع ليا ما استمعش ليا ما يعنينيش في شيء. تمام، فحتة ان احنا الله يبارك في عمرك نخصص كل حديثنا على داخل مصر، في واحد هيظلم، واحد ممكن يكون بيستمع لينا مثلا في على سبيل المثال في موسم الأسل، حاليا دلوقتي موسم الأسل عندنا في مصر،
وانا اتكلم على الاسل فقط، وهو يكون عنده موسم الصدر مثلا في الخليج، هو عاوز معلومه يستفيد منها. يعني في فرق كبير جدا وفرق شاسع ما بين التعامل النحال في موسم الاسل وما بين مثلا موسم الصدر او موسم الخروب، تمام؟ وقس على هذا المقياس كتير جدا بيكون عندنا في مصر البرسيم، موسم البرسيم، وفي بلدان اخرى موسم السمرة، تمام؟ بقول لك قس على المقياس ده امور كتير جدا. احنا عندنا في مصر تشتية للنحل، بلدان اخرى بتكون بتجهز للتقسيمات، تمام؟ طبعا الله يبارك في عمرك، انا بشكرك على التعليق، انا بس بحب اوضح لك الصورة. موضوع غش العسل ده صدقني مش موجود بس في مصر او كده، لا في بلدان كتير موجود. ترجع في الاول وفي الاخر لضمير الاخ النحال، تمام؟ انا عشان بس ما اطولش في الحديث، احنا ربما يكون تحدثنا في 5 دقايق، فخلينا نتكلم في موضوعنا، تمام؟ انا بس حبيت ارد عليك عشان انا يعني تتكلم ان انا ممكن تقول انا تجاهلتك في التعليق، لا تمام. طيب الله يبارك في الاصدقاء، بالنسبه لموضوعنا الاعتناء بالنحل خلال فصل الخريف، تمام؟ اولا الله يبارك في الجميع، انا ليه خصصت الخريف؟ لان في تعامل للنحال نقدر نقول او اعتناء النحال في الربيع يختلف، الصيف يختلف، الخريف يختلف. بعد نقدر نقول شهر او 45 يوم لما نخش على الشتاء هنغير المبدأ، تمام؟ ولكن الله يبارك في الجميع، قاعدة اساسية نتمنى الجميع يهتم بيها، على قد ما يقدر يحاول يجيش النحل خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها الخريف. دي قاعدة رقم 1، الفروة، مكافحة الفروة. قاعدة رقم 2، تمام؟ او نقدر نقول من الاساسيات. بالمناسبة انا هنزل فيديو ان شاء الرحمن عن مكافحة الفروة بكرة ربنا احيانا او بعده بالكتير، تكلمت فيه بالتفصيل الدقيق عن المواد اللي النحال يشتغل بيها والجرعة قد ايه، تمام؟ يعني في حاجات اساسية لازم تتعمل في الخريف. طب التقسيم، واحد ممكن يصلح عنده يقسم في الخريف، واحد تاني النحل ما يساعدوش، المرعى ما يساعدوش، فما يخطرش، تمام؟ التغذية ما تكونش مكثفة او ما تكونش مركزة في التوقيت الحالي في الخريف، لانك انت لو ركزت في التغذية او خليت التغذية مركزة، تمام، هتضيق على الملكة وهتعب البراويز عسل تغذية، وتبص تلاقي نفسك النحل ابتدى يقل عندك في الخلايا وانت لسه ما دخلتش في منتصف الخريف. كل الحديث اللي انا بتكلم فيه دي امور ضرورية جدا اتمنى التركيز عليها، تمام؟ الملكات، لو واحد متاح ليه ان هو يغير ملكات كبيرة في السن، او يغير ملكات فيها مشكلة او ملكات فيها اعاقة، غير غير ما تتأخرش، تمام؟ اللي مش متاح خلاص انت مضطر، تمام؟ انت مضطر انك انت نقدر نقول الله يبارك في الجميع تكمل على الملكات اللي موجودة عندك التعبانة او السيئة، تمام؟ كل واحد نقدر نقول يعمل حسب اللي متاح عنده، تمام؟ لو واحد عنده ملكات سيئة وما عندوش تلقيح، وعنده نقدر نقول بعض الاصدقاء عندهم ملكات ملقحة، ايه المشكلة؟ اشتري منهم ملكات ملقحة طالما انك انت هتنقذ خلية، تمام؟ مواسم العسل، ممكن يكون البعض موجود في مواسم عسل في التوقيت الحالي، تمام؟ لو انت عندك تشتية، نتمنى التركيز على الجزئية دي جدا، لو انت عندك تشتية بعد انتهاء موسم العسل، فنصيحة من اخ الاخوه، تمام؟ ما تحاولش تتك على الخلايا اللي تاخد منها عسل علشان ما تضعفش معاك في الشتاء. طب واحد بيستمع ليه قال انا ما عنديش شتاء، من اليمن مثلا او من بحرين او من السعودية، البلدان دي تقدر نقول التشتية فيها قليلة او ضعيفة جدا او الاجواء معتدلة، تمام؟ ده خارج القاعدة. خارج القاعدة ليه؟ لو خلية عندك بروازين 2 او 3 براويز بعد انتهاء موسم العسل مش هتزعلك. انما واحد في مصر بيستمع ليا ولا سوريا ولا البلدان اللي فيها تشتية ولا الجزائر ولا المغرب، تمام؟ لا، خلية 3 براويز لو بعد انتهاء الخريف وانت اخدت العسل منها وخلية 3 براويز هتزعلك. هتزعلك لان الخلية دي هتتعب طول فصل الشتاء. حتة نسبة انقاذ الخلية او بقاء الخلية بعد انتهاء الشتاء ضعيف جدا، تمام؟ فنتمنى نأخذ الشيء ده بعين الاعتبار. كل دي نقدر نقول نصائح مختصرة، تمام؟ بس كل حاجة من الحاجات اللي انا اتكلم فيها دي مهم جدا. ضغط النحل،
تمام، اضغط نحلك تمام. لما هتضغطه هتخلي الملكة تشتغل بشكل مرتب خلال الخريف اللي احنا فيه، يعني ما يكونش خلية القوام بتاعها 5 براويز وانت هتطلع 10 براويز. طب هي هتشتغل على 10 ازاي؟ النحل مش مغطى الا 5. تمام. في بعض الاصدقاء ربما يكون عاوز يحيد المساحات الفارغة في الخلايا، يعني بمعنى خلية 5 براويز عاوز يقفل ال5 براويز الباقيين. تمام. ما تستعجلش، لسه احنا بدري، احنا في منتصف الخريف لسه. مع بداية التشطيح، نعم مع بداية التشطيح هنشجع الاخوة النحالين، هنعمل فيديوهات، انما دلوقتي لسه بدري، ما تستعجلش. طيب، في البعض ممكن يكون بيستمع لينا عاوز يضم خلايا ضعيفة، تمام، بروازين وتلاتة واربع براويز وكده، تمام، برضو اقول له ما تستعجلش. ليه؟ كل الامور اللي فيها استعجال دي لما يكون خلاص احنا داخلين على فترة الشتاء، في الحالة ديت اقول لك توكل على الله، خلية بروازين تلاتة ممكن يكون صعب ان هي تعبر معاك الشتاء. انما دلوقتي ممكن لو عندك مرعى ممتاز من حبوب اللقاح وخلية 3 براويز وفيها ملكة كويسة، ودعمت الخلية ال3 براويز دي ببرواز حضنة مغلقة، صدقني بثقة الخلية دي هتنتقل انتقالة من ال3 براويز توصل معاك لل6 وال7. تمام. بس شرط اساسي ملكة تكون كويسة، مرعى يكون كويس، حبوب لقاح، خلاص هي بمعنى اصح محتاجة بس دفعة، زقة زقة، والدفعة ديت اللي هو برواز حضنة مغلقة. اتفرج على الخلية هتروح معاك فين. تمام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة وفي لبنان الحبيبة، اللهم أمين يا رب. ربما يكون نصائح مختصرة إن حال إزاي عتني بالنحل خلال الخريف من النصائح اللي إحنا تكلمنا على دي. نصيحة أخيرة ربما يكون بس عشان ما أسهاش عنها، البعض اللي عنده أعداء للنحل ومسببين له مشاكل بالخصوص الدبور الأحمر، حاول بشتى الطرق لا تتخلص منها، لا تنقل نحلك. تمام. لو واحد بيقول الوروار، أقول لا، الوروار خلاص أسبوع 10 أيام بالكتير هيهاجر من عندك، إنما ممكن اللي يكون عنده الدبور الأحمر هيعاني منه وممكن يجلس عندك شهر. ففي الحالة دي تقول له حاول تنقذ الخلايا، لأن الدبور كارثة بكل ما تحمله الكلمة. تمام. الله يبارك في الجميع، نسأل الله يا رب التوفيق لأصدقاء جميعا، ومشكورين شكرا جزيلا.